يعطيكم العافية. اليوم ردينا وفرنا سكين الدمكو المميزة موديل 20.5. هالمرة وفرنا عدة إصدارات عساس تقدرون تختارون ما بينهم على حسب اللي يناسبكم. عندنا 3 موديلات بقصة الكليب بوينت و3 موديلات بقصة الشيف فود. تقدرون تختارون ما بين لون المقابض سواء الأسود أو البرتقالي، وأيضا لون النصل سواء أسود أو ستين فينش. بخصوص هذه الموديلات أو هذه الإصدارات، كلهم راح يكونون بمعدن الـ AOS 10، وهالمعدن راح يكون مميز أنه سهل تعيد سنه، فبعد ما يروح حد السكين تقدر تسنه بكل سهولة بما أنه نوع من أنواع الستانلس ستيل. هذه أول سكينة منهم راح تكون فل بلاك بالنسبة للمقبض والنصل. بخصوص سكاكين ديمكو اللي يميزها والشيء المعروف فيها هو قفل الشارك لوك اللي من تصميم ديمكو. طبعا المصمم ديمكو هو اللي مسوي وايد سكاكين وايد اصدارات من اصدارات كولد ستيل، من ضمنها الفور ماكس، سبارتن، ايضا موديلات الاي دي 15 والاي دي 10 وموديلات غيرهم وايد، لكن هالمرة ابدع بقفل الشارك لوك على سكاكين الخاصة. بخصوص طبعا الشارك لوك هو مميز للي يحب يستخدم سكين بإيد واحدة بكل سهولة، فاللي يكون عليه صعب انه يمسك على سبيل المثال القفل بعدين يسكر النصل، هذه حلت له مشكلة انه تقدر تبطلها وتسكرها على طول مجرد ما تضغط على القفل الخلفي. طبعا هالثلاث اصدارات راح يكونون بقصة كليب بوينت، هذه نصلها اسود، اما الاثنين راح يكونون ستين فينش، واللي على الصوب الثاني راح يكونون بقصة الشيب فوت. تقدرون تختارون ما بين اللون الاسود او البرتقالي، وايضا اذا بتبون النصل مطلي باللون الاسود او ستين فينش. طبعا بكل سهولة نقدر نبطل ونسكر السكين عدة مرات خلال اقل من ثانية، فهذا اللي يميز قفل الشارك لوك من ديمكو. التشكيلة هذه متوفرة حاليا بالأونلاين، بحط لكم لينك بعد هذا الفيديو، بالإضافة أنهم متوفرين بالفرعين سواء الشويخ أو أسواق القريم. كامل التشكيلة موجودة، تقدرون تزورونا أي فرع من الأفرع أو تطلبون من خلال الموقع ويوصلونكم إن شاء الله. حياكم الله.